الناس اللي هي سنانهم بتبقى ناشفة طول أكتر الناس، حتى سنانهم طبعا بتاخد جير كتير لأن كل ده بيعلق بيها. صح. هل مفروض في هذه الحالة إن انتوا بتحاولوا تنعموا لهم هقول لحضرتك، سنانهم بقى، ولا بص، بتتعاملوا الالوان اللي بتيجي على الاسنان او السنه بتتغير لونها، يا اما زي ما معاهم قلنا لون طبيعي لون السنه إزاي؟ كده، او بيبقى في حاجه اسمها عوامل خارجيه extrinsic factors، هي اللي جت على السنه ومسكت في سطح السنه. طب الاكسترنسك فاكتورز او العوامل الخارجيه اللي جت ومسكت في احنا سطح معانا صورة السنه، كده يعني اهي. بص، الشخص دوت كان جاي عنده تراكمات جيريه جامده جدا جدا، هو ما بيضش، يعني شوفي سنانه تحت صفر قوي، لون اها، سنانه مش حلو، يعني اللي تحت دي التهاب في بتاعته اللثه، يا دكتور، اللي دي بتاعته، البيضة دي بتاعته دي هو؟ بتاعته هو، هو ما بيضش خالص. احنا كل اللي عملناه ان احنا نضفنا الجير، اها شلنا الالوان الخارجيه اللي موجوده على سطح السنه عشان كانت خشنه، اها. وبقى شكل سنانه بقى بالشكل ده. يعني طب ما هي لو فضلت دي سنانه. خشنة هترجع تاني لا، ما تاخد احنا نفس شلنا ال الخشونه، هو الخشونه اللي اه كانت يعني انتوا موجوده، بردتوا؟ لا 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 لا، الخشونه اللي كانت موجوده كانت نتيجه الجير اللي موجود. الجير اللي موجود، الترسبات دي بتعمل خشونه على سطح السنه، ومجرد لما اشيل الخشونه ديت اللي هي هي جايه على بتنعم لوحدها؟ سطح السنه، اصلا ناعم جدا، يعني من اقوى عظمه موجوده في جسم البني ادم هي عظمه المينا. انعم عظمه موجوده في جسم البني ادم هي المينا بتاعت السنه، بس انا ناعمه بلاقي قوي. ناس مش اصفر، بس بحس ان اسنانهم وبالاخص المدخنين بلاقيها بني دي غامق عوامل كده، خارجيه، دي عوامل خارجيه. العوامل دي ناس كتيره بيجولنا مدخنين، وده بتتشال البني الغامق بتتشال اوفر بس قوي ده. بترجع تاني، لان السبب ليه بقى؟ موجود، التدخين لا السبب بتاعه ليه لسه بتبقى موجود. بني؟ يعني احنا عارفين ان الجير اصفر او يعني كده، ايه اللي بيوصلها للدرجة الاوفر اللون على حسب النيكوتين والاطران اللي موجود في يوصل للدرجة دي؟ طبعا، يا حيك لو اي مدخن، لو حيك مسكت الفلتر اللي بيشرب بيه السيجاره، لما تبصي على الفلتر من تحت هتلاقي لونه بقى في الاول بيبقى اصفر، بعد كده بيبقى لونه بيج، بيبقى لونه بني. النيكوتين اصلا لونه بني غامق ما هو قوي، بالظبط، عشان كده فده بيطلع على بيتنقل السنان بيطبع على على طول. السنان. لو حد متعود ان هو يشرب مثلا حاجات حمراء كتير، او في ناس تاكل شيبسي الحاجات اللي هي اللي لونها اصفر، الحاجات اللي بالجبنه، تلاقي ناس بيجوا، انا اول ما اشوف سنان بقول لهم انتوا بتاكلوا النوع الحاجات دوت ده اللي هو اللي بالجبنه ده، يقول لي فعلا. بالظبط. انه بصي، بيبان يعني اللون اللي بيكتسب من بره على حسب الحاجه اللي الشخص متعود ان هو يستعملها كتير. دي من ابسط الحاجات، دي بتتشال، دي سهله جدا انها بتتشال، مجرد بس زي ما شفنا في الحاله دي ان احنا بننظف وبنشيل الجزء الخارجي اللي هو عمل خشونه على سطح السنه. المريض بيشوف سنانه بعد كده، احنا برضه بيجونا بيقولوا احنا عايزين نبيض اسناننا وعايزين نعمل هوليوود سمايل. ليه؟ ان سطح لونها مش حلو، شكلها مش حلو. مش عايز اقول لك، ناس كتيره بعد لما بننظف سنانهم وبنظهر جمال سنانهم الطبيعي بتاعهم، هم يقولوا لنا لا احنا مش عايزين خلاص، انا مبسوط قوي كده او مبسوطه قوي كده. ودايما احنا بننصح المرضى انهم اصبروا، طب ما تستعجلوش على موضوع الهوليوود سمايل، وموضوع شوفوا سنانكم الطبيعيه شكلها ايه الاول واحكموا بعد كده، يعني عايزين تكملوا وتعملوا ولا هتستكفوا بده. ان فعلا مرضى كتير جدا لما بيشوفوا شكل سنانهم الطبيعي ظهر بيبقى حلو حلو طبعا، جدا طبيعة جدا أحلى بكتير. جدا طب بكتير. دكتور، الناس اللي هم أسنانهم بطبيعتها لونها أصفر، لو واحد قرر كده أنا عايز سناني تبقى بيضة، هتعملها إزاي يا دكتور كده؟ تبييض الاسنان، عمليه طب تبييض مش طب الاسنان. ماشي، إحنا بنقول إن تبييض الأسنان، إحنا مش الدكاترة، تبييض الأسنان يعني هو بيقعد يشيل الطبقات دي كلها لغاية ما المينا تظهر، فبالتالي بعد كده هو سناني هتبوظ. لا بصي، تبييض الاسنان احنا بنغير لون السنه نفسها من جوه، يعني خلي بالك احنا عندنا طبقه العاج الاول، وبعديها طبقه المينا اللي هي اللي ظاهره اللي بره دي. اللي بيحدد لون السن قوي طبقه العاج اللي جوه. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنستعمل جل معين بتركيز معين، ماده معينه بتركيز معين. بيبدا الجل ده يخترق المسام بتاعت المينا، المينا ليها مسام، بتخش ما بين المسام تكسر لي، تعمل لي اكسده للالوان اللي موجوده جوه في طبقه العاج، فتبدا تفتح لي لون السنه. فهي دي عمليه التبييض، عمليه التبييض عمليه طب دي ما امنه تأثرش على السن يا خالص. يعني دكتور؟ فكره ان التبييض ده ان احنا بنشيل طبقات من السنه، لا، دي فكره غلط جدا. للاسف ممكن تلاقي دكاتره للاسف بتعملها، ولكن لا، الصح ان احنا بنروح لدكتور متخصص بيستعمل حاجات معروفه، براندز او انواع معروفه من المواد اللي بنستعملها للتبييض، امنه جدا جدا جدا. ليها سايد افكتس، ليها ايه السايد افكتس السايد افكتس، يعني ممكن المريض يجي له شويه هاي حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي او حساسيه شويه حساسية مفرطه، زايدة من الساقع ولكن والسخن دي وكده؟ بتقعد فتره صغيره جدا، يعني حتى اها، ممكن نتجنبها ان احنا المريض قبل ما بيمشي من العياده بنديله حاجه بيلبسها، جل كده بيحطه عضاده بيحط فيها جل،
بيقلل السنسيتيفيتي دي، ما بيحتاجش ان هو يلبس الاعضاء دي اكتر من نص ساعه. في ناس ما بيجيلهاش سنسيتيفيتي خالص، في ناس بيجي لها سنسيتيفيتي جامده جدا، ولكن كلها ريفرسبل، يعني كلها بترجع تاني، السنه بترجع تاني لطبيعتها، ما بقاش فيه وجع، ما فيش حساسيه. ولازم نفهم ونوعي المريض الكلام ده كله عشان المريض ما يتخضش. يعني المريض لو قعد على الكرسي وفاكر ان هو هيدخل يبيض سنانه وما فيش حاجه تحصل، وفجاه يحس بحساسيه اثناء جلسه التبييض، هيقلق جدا. فمهم قوي الدكتور يوعي المريض ويقول له خلي بالك انت ممكن تحس بواحد اتنين تلاته، وما تقلقش، الحاجات دي كلها حاجات مؤقته، ولكن سنك هترجع تاني تبقى طبيعيه جدا، مفيش اي حساسيه فيها. طب افرض دلوقتي انا قررت اعمل تبييض، بيقعد معايا قد ايه؟ برضو على حسب الشخص اللي بيبيض ده، الهابتس بتاعته ايه؟ يعني هل هو مدخن؟ طبعا لو مدخن، من مدخن انا بصراحه واحد لو حد مدخن جالي اقول له حرام حضرتك ترمي فلوسك في الارض وتبيض. معقوله؟ حضرتك لو بيضت الموضوع مش هيقعد معاك اكتر من شهر. بس؟ ده لو قعد معاه شهر. هقول لحضرتك حاجه، بيشنت جات لي مدمنه انها تشرب مشروب الغازي لونه غامق. اوكي. مشروبات الغازيه الغازيه غامقه. فعندها فرح اخوها. قالت لي يا دكتور لو سمحت، قلت لها انا عارف ان انت مدمنه الموضوع ده. فقالت لي بس لا انا ضروري ومش ضروري فرح اخويا. قلت لها هعملها لك، بس ايه انا بقول لك لو سمحتي امسكي نفسك وبلاش. حصل، عملتها لها، اتفاجئت بالنتيجه، كانت جميله جدا وماشيه من العياده وهي مبسوطه قوي. شفتها بالصدفه بعد الايفنت او بعد الفرح باسبوعين، هي حد من قرايبنا يعني. فوجئت بالعكس، شفتها لقيتها هي بتكلمني مش عايزه توريني سنانها. قلت لها وريني سنانك. قالت لا ليه؟ قلت لها عايزه اشوف. فطبعا هي وريتني سنانها، وكما توقعت ان في خلال اسبوعين ولا اكننا عملنا اي حاجه خالص. معقوله؟ بل بالعكس الاخطر بقى، ان في اول 10 ايام بعد التبييض المسام بتاعت الاسنان بتكون لسه مفتوحه. انا خلي بالك الماده اللي بحطها بتفتح المسام، بتتوغل جوه وبتكسر لي اللون اللي موجود جوه. طب المسام بتفضل مفتوحه بتاعت السنان لمده تقريبا 10 ايام. فالفتره دي لو انا شربت قهوه كتير او سجاير، طب ما انا ممكن اراعي في ال 10 ايام دول وما اشربش اي حاجه من الحاجات دي. هي دي اللي انا بقى دايما بقوله للمريض بتاعي، اقول له لو سمحت راعي ال 10 ايام دول، تخلي بالك نبعد عن الحاجات الغامقه. طيب ماشي، انا رعيت ال 10 ايام وقعدت، وبعد كده عشت عادي زي ما انت بتقول بشرب الحاجات الغامقه والقهوه والكلام ده، هيرجع تاني. هتقعد معايا قد ايه؟ هتقعد معاكي يعني برضو على حسب، انا بدخن كام سيجاره في اليوم، ممكن تقعد معايا من شهر ست شهور. شهر. طب لو حد ما بيشربش؟ حد ما بيشربش بقى ده اللي نتكلم عليه بقى. نتشربش ده نتكلم لو هو عمل بليتشنج بحاجه كويسه، سنانه فعلا اتفتحت لاقصى درجه ممكن هي توصل لها، احنا بنتكلم ممكن في متوسط سنه سنه ونص. طب هل المريض لازم يرجع لي كل سنه ونص يعمل عمليه التبييض؟ لا مش لازم. يعني انا ممكن البروتوكول اللي احنا ماشيين عليه، المريض ممكن يبيض مره واحده في العياده، وبعد كده بقى كل ممكن 3 شهور 4 شهور بنديله زي سرنجات صغيره عباره عن جل، وهو بيبقى معاه العضه بتاعته بيحطها وبيلبسها لمده 5-6 ايام، بحيث انه يحافظ على نفس درجه البياض. دي بتبقى كويسه للمريض، ان هو يعني حتى بنقلل على المريض التكلفه الماديه بتاعه ان هو يجي يعمل التبييض عندنا في العياده، ان التبييض في العياده مكلف اكتر من تبييض البيت. وعشان برضو يحافظ، يعني هي تقليل التكلفه على المريض، وفي نفس الوقت برضو عشان المريض يحافظ على درجه البياض دي، ما يلاقيش بعد فتره تلاقي ايه ده، لا انا الدرجه قلت، معقوله هروح بقى للدكتور تاني وهحجز ميعاد وهدفع فلوس قد كده؟ بالظبط كده، ملوش لازمه خالص. في سوليوشنز ثانيه بنقدر ان احنا نعملها مع المريض.